لفلافيو كروز اللي يعيد الحارس المرمى هارتفورد. وصلت مرة أخرى، فيها مرور، فيها تقدم، فيها مراوغة جميلة. هذه اللعبة، هذه لعبة جميلة رائعة. هارتفورد وين؟ والكرة بالشباك، الكرة بالشباك. سجل الثاني، سجل المنتخب الجنوب أفريقي الهدف الثاني بعد السلسلة من المراوغات لمواكي. أعتقد هو اللي حاول فيها من البداية وكانت عند النهاية السعيدة. نهاية هذه المواجهة بتفوق لمنتخب جنوب أفريقيا على منتخب الولايات المتحدة، يصل المباراة النهائية لمواجهة إما إسبانيا أو المنتخب الهندي. أما اللقاء الثاني من هذا الدور فقد جمع بين المنتخب الهندي والمنتخب الإسباني. يا سلام، هذه مرور ومحاولة في مكان ممكن التسديدة. أوبا أوبا. الله، هدف أول للمنتخب الإسباني. الماتادور الإسباني يفتتح اللقاء بهدف قوي، بتسديدة قوية عن طريق اللاعب خوان غارسيا. يسدد الكرة بشكل جميل ويسجل أول أهداف المباراة للماتادور الإسباني الذي بدأ يتحرك وبدأ يسجل وبدأ يقترب. هذه كرة ثابتة الآن لصالح المنتخب الهندي. إرسال كرة خطيرة لكن مبعدة من المدافع. لاحظ الكرة كانت متجهة تماما إلى الشباك. كرة موجودة داخل منطقة الجزاء، تبعد من حارس المرمى. تسديدة، جول جول. أنهى المسألة ديفيد، سجل هدف ثاني في المباراة لصالح المنتخب الإسباني. كرة إلى الأمام لصالح المنتخب الإسباني. تتهيأ كرة لصالح المنتخب الإسباني، هذه في مكان خطير وفرصة. جول جول. المنتخب الإسباني يضيف الهدف الثالث، هدف ثالث عن طريق رافائيل كاسيريس. رافائيل كاسيريس يسجل هدف ثاني ويضع المنتخب الإسباني نعم في المباراة النهائية. انتصار المنتخب الإسباني، وصولا إلى المباراة النهائية، وصولا لمواجهة المنتخب الجنوب أفريقي. في سباعيات كرة القدم للسيدات، سيدات بولندا واجهن نظيراتهن من بيلاروسيا في مواجهة لحساب نهائي المجموعة الثالثة. المنتخب البولندي أفضل، المنتخب البولندي يحاول. كرة تعود إلى كوريتكا، نقلت الكرة والتسديدة والكرة في الشباك، الكرة في الشباك. واحد الأشياء، هدف أول يأتي لمنتخب، هدف أول يأتي لمنتخب بولندا. لودريسكا، تسديدة والكرة في الشباك، الكرة في الشباك. سعادة كبيرة بهدف ثاني لمنتخب بيلاروسيا. متواجدين 20,000 متطوع يشكرون على عملهم. والهدف الثالث، الهدف الثالث لمنتخب بولندا. ثلاثية، ثلاثية جميلة. المنتخب البولندي في طريقة للحصول على الذهب. شوف الكرة العرضية، المحاولة تتخلص والتسديدة في الشباك. نعم في الشباك. المنتخب البيلاروسي يسجل هدفه الأول في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. سعادة كبيرة. المنتخب البولندي يتحصل على الميدالية الذهبية. المبروك للمنتخب البولندي.
هذه جزيرة جميلة والبورتوريكيون يحبون الجميع، وهذا ما يجعلهم مميزين. الأولمبياد الخاص تعني الأمل والسعادة والالتزام. اسمي عمر الفارس، أنا المدرب الأول لفريق كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص في بورتوريكو. في بورتوريكو نحن المنظمة الوحيدة التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. العمل مع الرياضيين الأولمبيين ذوي الاحتياجات الخاصة هو أفضل شيء حدث لي، لأن لدي توأم وهم يعانيان من التوحد، إنهما يبلغان 13 سنة الآن. لدينا العديد من المشاريع التي تطور وتمنحهم القدرة على تغيير حياتهم بفرص عمل من خلال الرياضة. كأب فإن مشاهدة كل ما يحدث مع الأولمبياد الخاص في بورتوريكو يمنحني الثقة بأن هناك مساحة لأطفالي. الإعصار ماريا يضرب الجزيرة، وكما سمعت أحد المسؤولين يقول أن الجزيرة قد دمرت. رأينا فقط 113 عاصفة ثلجية في سان خوان نفسها. هذا الوضع يحدث لأول مرة. العاصفة تفصل التيار الكهربائي في كل مكان. وحش كبير يضرب منزلك، إنها تشبه أفلام غودزيلا. متى سينتهي هذا؟ من المتوقع أن تكون هذه العاصفة الأكبر والأكثر كارثية التي تشهدها الجزيرة منذ أكثر من قرن. لا أريد أن أعيش ذلك بعد الآن. كان علي أن أغادر منزلي، لقد غرق منزلي، لذا اضطررت إلى الانتقال. لابد أن أنقل أطفالي، وعلينا أن نسير عبر المياه للخروج من هنا. شعرت بالحزن لأن المنزل غمرته المياه، وكانت الكلاب حزينة. كدت أبكي لكنني لم أبكي بالكامل. ما زلنا نبحث عن مكان نذهب إليه. ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا بما لدينا. الأمر صعب بالنسبة لنا، لكنني أعلم أن هذا هو الأمل، ولدينا الشجاعة. كان الأمر صعب في البداية. الناس في بورتوريكو لديهم احتياجات أكبر. كان أول ما فعلناه هو معرفة ما إذا كان الرياضيون على قيد الحياة. لم يكن لدينا شبكة إنترنت، لم يكن لدينا إشارات في الهاتف الخلوي. كيف يمكن أن نجد رياضيين؟ لذا قررنا زيارة مدربين لمعرفة كيف حالهم، ثم بعد ذلك يتصلون بكل الرياضيين. حالما نتمكن من التواصل سنرسل الرسائل النصية للجميع. نتصل، نتأكد من أنهم بخير، وما إذا كان لديهم أي رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندما يكون أحد أطفالي في الأولمبياد الخاص، إنه يعاني من الربو وهو بحاجة إلى جهاز الربو، لكن لم تكن هناك كهرباء، لذا حاول مجلس الإدارة والأولمبياد الخاص حل المشكلة، ويمكنهم العثور على بطارية، لذا أعطوني إياها وأعطيتها للاعب حتى يحصل على علاجه. هذه هي الطريقة أفادتنا في الأولمبياد الخاص. لقد مرت 6 أشهر منذ إعصار ماريا المدمر الذي تسبب في أضرار بقيمة 100 مليار دولار. لا يزال 100,000 عميل بدون كهرباء والكثيرين في طريقهم للتعافي. من المهم بالنسبة لهم أن يعودوا إلى ما كان طبيعيا قبل إعصار ماريا. ذلك التدريب الأول كان كما لو أننا لم نرى بعضنا البعض منذ سنوات. لقد كان الأمر مفرحا أن نتواجد معا مرة أخرى، أن نرى أننا جميعنا أحياء، والكثير من الناس لقد لقوا حتفهم. إنهم يعلمون أن عائلة الأولمبياد الخاص ستكون معهم في هذه اللحظة الصعبة.
أعلم أن لديهم الأمل بأن هذا هو الحدث الذي سيجعلهم أقوى. سوف يكون الجمهور البورتوريكي حاضرا في الألعاب العالمية لعام 2019، وسيذهبون في عام 2019 إلى أبوظبي. بعد كل ما حدث، فإن الصعود على متن طائرة إلى أبوظبي سيكون سهلا. في نسخة من الأولمبياد الخاص تعد المنافسة بين المشاركين جزءا من الحدث الكبير. التجارب الموحدة جذبت العديد من نجوم الرياضة حول العالم لمشاركة خبراتهم مع رياضي الأولمبياد الخاص القادمين للمشاركة في المحفل الرياضي الكبير. بطل العالم الأسبق في لعبة تنس ريشة الصيني وانغ يان، والمصنف الأول عالميا الأسبق في اللعبة الدنماركي بيتر كيد، هم آخر من ظهر على ميادين الأولمبياد الخاص. برنامج الرياضيين الصحي وأحد البرامج الفعاليات المصاحبة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ألف الرياضيين من مختلف أرجاء العالم بالإضافة إلى عدد من ذوي الإعاقة الذهنية من المجتمع الإماراتي تلقوا فحوصات طبية. في الأيام الثلاثة الأولى أكثر من 2600 رياضي سويا ومن ذوي الإعاقات الذهنية مثلوا أكثر من 147 دولة استفادوا من هذا البرنامج من خلال تلقيهم فحوصات طبية مجانية أجرها عدد من الأطباء من مختلف إمارات الدولة. في كرة الطائرة التقى منتخب السودان والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة قوية امتدت لمجموعة إضافية من أجل تحديد ميدالية البرونزية في الفئات المختلطة الموحدة. أمريكا إدوارد على طول مودة ساجدة، لكن المتألق إدوارد شوف يلعب على ظهراته، خذ ساجدة تحطها مكان حلو، لكن يشيل ستون مودة ترجع إلى النجمة كيلي. شوف على طول ارتقاء من ساجدة، يا سلام إرسال صحيح من مودة. برافو ستون، برافو ستون، برافو ستون. مصطفى النقطة رقم 11 تقرب السودان. ستون، كيتي، كابيلي ترجع مرة ثانية، ساجدة تحضير. برافو 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 برافو. شوف لعبة، لكن إدوارد كيتي كابيلي، لكن استكمال. يا والله كملتها كملتها مودة، كملتها مودة. شوف لا السودانية يقول يبغون النتيجة، يبغون الميدالية. كيتي اللي فقد الترتيب، أدوار طويلة من كابيلي الرائعة. هني تشوف التحضير، التحضير مودة 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 مودة. ده كان كابيلي مودة على طول. شوف شوف شوف. شكرا شكرا يا أبو زيد، يا سلام يا سلام يا سلام على أحلى كلام. مودة 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 مودة. معلش أبو زيد تحضير ساجدة خلصتها. موريس كيتلا برافو، حلوة حلوة. برافو ستون، برافو ستون. أبو زيد أبو زيد أبو زيد، يا سلام يا سلام يا سلام. فرحة مجتمع. شوف أبو زيد محمد علي ساجدة أبو زيد، لكن الرائعة كيتي ترجع على طول. شوف شوف عندهم 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 كابيلي. الله على إدوارد. السودان البرونز، السودان برونز. إذن السودان برونز، مبروك للفريق السوداني، مبروك للمتابعين، مبروك للمجتبى. يعني كل هذه الأمور مجتبى أحمد داعم الفريق السوداني، هذا اللاعب الرائع بالفعل. إذن مبروك الفريق السوداني ميدالية البرونزية.
قيادة الشاحنات هو أسلوب حياة، إنها ليست مجرد مهنة. أنت تتخلى عن الكثير حيث تكون بعيداً عن عائلتك للقيام بذلك، لكنه شيء أستمتع به كثيراً. عندما لا تكون هناك حركة مرور لتقلق بشأنها، ذلك هو الوقت الذي تتأمل فيه في الماضي. هل إذا كنت قد ذهبت إلى مسار مختلف، هل كنت سأحصل على هذه الوظيفة؟ هل سيكون لدي هؤلاء الأطفال الرائعين؟ هل كنت سأحصل على هذه الزوجة الرائعة؟ على الأغلب لا، أنت لا تفكر في الأمر، أنت تحاول ألا تفعل ذلك، لكنه جزء من حياتك أثناء القيادة. ولدت في عام 1968 في كراوفورد ديسفيل بولاية إنديانا. كنت في روضة الأطفال وصدمتني شاحنة وجرتني السيارة لمسافة ناصية ونصف تحتها، تحطمت جمجمتي. كنت في المستشفى أتعافى، بدأوا يلاحظون أشياء غريبة، قالوا أنني لم أتمكن من التصرف بنفس الطريقة التي كنت عليها من قبل، لذلك جاءت إعاقتي الذهنية بعد ذلك. AD هي إعاقة ذهنية، وأسهل طريقة لأقول ذلك هي أننا نفكر بشكل مختلف أو نتعامل مع الأمور بشكل مختلف. في المدرسة الثانوية لعبت كرة القدم، ولكن تلك كانت المرة الوحيدة التي قبلت فيها، والتقيت بزوجتي الأولى وهي أم أولادي لي وآدم. حصلت على الطلاق في سن مبكرة، وفي ذلك الوقت كنت تائها في حياتي. كنت أكافح من أجل الحصول على وظيفة لدفع الفواتير، خضعت لاختبار للدخول إلى الجيش 3 مرات، وتم إخباري بأنهم لن يسمحوا لي بالقيام بذلك بعد الآن، وأنك لست ذكياً بما فيه الكفاية. كنت مع الأشخاص الخطأ، أفعل الأشياء الخاطئة. تدخلت الشرطة وكنت أنا الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة. طلب مني بات أوستر هاوس التدرب على كرة السلة للألعاب الأولمبية الخاصة للانضمام إلى الفريق، كانوا بحاجة إلى لاعب آخر. أحضرته إلى الأولمبياد الخاص، وهو نموذج جيد. نظر إلي فقط وعانقني وقال أنت عائلتي، وهذه اللحظة استوقفتني وجعلتني أعرف أن الناس الذين لم يكن لديهم أي سبب للإيمان بي آمنوا بي بما يكفي لمساعدتي. عرفت حينها أنني سأبقى في الأولمبياد الخاص، وأنني سأقاتل في كل ما يجب القيام به لكي أكون جزءا منها. لقد بدأت في الأولمبياد الخاص في كرة السلة، انتهى بي الأمر بلعب كرة الطائرة والغولف. كانت الحياة جيدة في ذلك الوقت، ولكن كان لا يزال هناك فراغ في قلبي، وكان هذا الفراغ أولادي. الأولمبيات الخاصة جعلتني شخص أقوى، وهذا أعطاني الدعم الذي كنت بحاجة إليه لكي أبحث عن أولادي. في المرة الأولى التي أعددت فيها التواصل مع والدي، لم أكن أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة لي حتى أصبح والدي جزءاً من حياتي. لكن بعد ذلك لقد عرفني عن الأولمبياد الخاص، لقد أثر في ذلك وجعلني أتقبله بكل ما هو عليه. عندما بدأت أدرك أنه كان يحب الألعاب الأولمبية الخاصة مثلما أحبها أنا، أصبحت علاقتنا قوية جداً. لقد كنا شركاء موحدين في لعبة الغولف ربما ل5 سنوات. الرياضة الموحدة هي عندما يشترك الرياضيون الذين لا يعانون من الإعاقة الذهنية مع الرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، حيث يمكنهم لعب الرياضة معاً. أنا أحب كوني قادر على التنافس مع والدي. الأولمبياد الخاصة هي عائلتي واستظل عائلتي دائما، حتى أنني قابلت زوجتي من خلال الألعاب الأولمبية الخاصة بنا. كان لطيف جدا ورومانسي جدا، يحب أطفاله، يحب أطفالي، أعني أنه لا يفرق بينهم، إنهم جميعا أولادنا. أعطتني الألعاب الأولمبية الخاصة الكثير من الثقة، لكنني ما زلت أشعر أنني بحاجة إلى إثبات شيء ما، وكان هذا هو الانضمام إلى الجيش، لأنه قيل لي أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك في سن أصغر. لم يكن فقط يريد أن يفعل شيئاً يمكن أن يجعله فخوراً بنفسه، لكنني شعرت أنه يريد أن يفعل شيئاً يمكن أن أفخر به أنا وأخي أيضاً. استغرق الأمر مني 7 مرات وعامين حتى اجتزت الاختبار للدخول إلى الجيش، لكنني فعلت ذلك.
في عام 2009 تم تكليفي بالذهاب إلى أفغانستان. لقد تم تكليفي بتوفير المساعدة في الحصول على المعدات التي نحتاجها. كان يحب التواجد مع الرجال الذين كان معهم، يعني أنهم كانوا يحمون ظهور بعضهم البعض. كان هذا مفرحاً، كان إنجازاً كبيراً في حياتي. أرى والدي كبطل، وهو شخص مهم ليس فقط بالنسبة لي، إنه شخص مهم للعديد من الرياضيين في الألعاب الأولمبية الخاصة. إنه داعم جيد جداً لصوت الرياضيين، وهو بالتأكيد رجل يستحق أن تتعرف عليه. إنه رجل يستحق التعلم منه، وأنا فخور جداً به. لقد مررت بالكثير من التجارب في حياتي، لكنني لم أكن لأغير أي منها، لأنه جميعها قادتني إلى الأولمبياد الخاص. منافسات السباحة تواصلت في مجمع حمدان الرياضي في دبي. وبداية جولتنا هناك من منافسات 200 متر سباحة على الظهر. إذا انطلاقة صحيحة لهذا السباق، وتألق السباح الهونغ كونغ من هونغ كونغ السباح وونغ كيفي في صدارة سباق من البداية الجميلة جدا التي تألق فيها، وسباحة 200 متر سباق. إذا 25 الأولى والانطلاقة 25 ثانية لهذا السباق، وهذا السباق قام من 8 أشواط أو 8 25ات، وفينش رائع جدا في 10 متر الأخيرة لهذا السباق لهذا السباح الذي سنرى الرقم جديد شخصي له في هذا السباق. فعلا المركز الأول ورقم دقيقتين 40 ثانية 66 من 100 من الثانية. إذن انطلاقة صحيحة، و تصدر السباحة في حارة 5 السباحة جوان من هولندا في 25 متر الأولى لهذا السباق. في الأمطار الأخيرة للسباحة الأولى سباحة هولندا والمركز الأول، وأعتقد أنه سيكون رقم جديد شخصي لهذه السباحة. آخر رقم مسجل 21 دقيقة 46 ثانية، إذن رقم شخصي جديد، ورقم 18 دقيقة 8 ثواني 97% جاءت السباحة الهولندية جوان. إذن بداية صحيحة لسباق 100 متر حرة المجموعة النهائية المجموعة الثالثة سيدات لهذا اليوم. إذن المركز الأول ذهب إلى ليتوانيا السباحة أوغستا، والمركز الثاني حال الرابعة السباحة ليكشا إديو. انطلاقة صحيحة لسباق 100 متر حرة سيدات. إذن
إذن السباحة الأمريكية السباحة الأولى، ثم الثانية السباحة اليابانية، ثم الثالثة السباحة الأسترالية هيجي لورين في المركز الثالث. السباحة الأمريكية جريس و22 عام ورقم مسجل دقيقة 16 ثانية 6%. عبد الله منصوري هو واحد من بين الرياضيين الأصغر سنًا في هذا المحفل الرياضي الإنساني الكبير، إذ يخوض التحدي ضمن منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص للتنس الزوجي وهو في 11 من عمره. وجد عبد الله حياة أفضل منذ أن بدأ يلعب التنس، فمنذ أن بدأ ممارسة اللعبة اكتسب تقدما ملحوظا في تحقيق الاتزان العقلي والنظري، إلى جانب تطور ردة الفعل لديه. ومع زميله في المنتخب كيسي أورين اكتسب ثقة أكبر بنفسه. بالعودة إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارضة، حيث انطلقت منافسات الجمباز الإيقاعي مع انطلاق منافسات اليوم الخامس. لاعبو ولاعبات الجمباز خاضوا التحدي باستخدام أربع أدوات هي الحبل والطوق والكرة والشريط. تعود أصول لعبة البوتشي إلى روما القديمة. لعبة البوتشي تشبه إلى حد كبير لعبة البولينج، فللعبة هدف واضح وهو دحرجة كرة البوتشي إلى أقرب نقطة من كرة الهدف التي تسمى بالينا. الثنائي الصيني لو تشانغ وجين كيا تشينغ خاضا مواجهة أمام الثنائي الأندوري وحققا فوزا صعبا. يقوم جميع آباء الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بدور خاص، ولكن بالنسبة لبعضنا لدينا الفرصة ليس فقط لنتشارك تجربتنا، ولكن أيضا لرفع مستوى الوعي حول واقع تربية طفل يعاني من إعاقة ذهنية. نحن أولياء أمور حاملي مكبرات الصوت. لم تخطط جايل ويليامسون لتغيير العالم، ولكن الآن لديها تأثير كبير، حيث أن وكيلة المواهب الرائدة في البلاد تمثل ذوي الإعاقات وتقدمهم في عروض التلفاز والأفلام الرئيسية، بما في ذلك ابنها بلير. وفي مين نقلت الكاتبة كاري واغنر بيك صوتها إلى الكتابة بعد أن قامت بخطوة جريئة لتبني فتى يعاني من إعاقة ذهنية، وكانت النتيجة كتابا حقق أفضل مبيعات بمنظور جديد ومضحك أحيانا لكنه ملهم دائما. أما بالنسبة لي، قد تعرفونني من مسلسل سكروبس، أو إذا كنتم محظوظين ربما شاهدتم مسلسل الشهير ستان أغنس إيفل. لدي شيء لأقوله، أنت لست بحاجة إلى شخص مشهور آخر لأخبرك كيف تتحدث. كل كلمة أخرى هي كناية لكلمة متأخر ذهنيا. لذا ما أقوله للناس بطريقة موجهة للحل أكثر هو أنه عندما أسمع كلمة متأخر ذهنيا أسأل ببساطة الناس: هل هناك طريقة أفضل لقول ذلك؟ الفرق الكبير مع مجتمعنا هو أن الأشخاص الذين تسيء إليهم لا يمكنهم مساعدة أنفسهم. أخبر العالم بأن يوقف استخدام هذه الكلمة، هي عبارة عن حملة كبيرة تسعى إلى انضمام الناس والتعهد بأن تكون هناك كلمة أفضل ليتم استخدامها. أنا فخور بالتحدث علناً، وعلاقتي مع ابني ماكس هي مصدر كل ذلك، ومن خلال ركوب الأمواج والرياضات أصبحت حياتنا أكثر ثراءً. أعتقد أنه اكتشف أنه في المحيط يمكنه تنظيم درجة معينة من السيطرة، ولو بد أن ذلك كان جيداً، ولقد أعجبه ذلك ومنحه الدافع للذهاب إلى ترامبولين والتأرجح، وأحرز بعض النقاط مع نادي غولف، ولأن يكون قادراً على تتبع البيسبول ومواصلة ذلك، وكل هذه الأشياء التي أعتقد أنها تنمي الإحساس بتقدير الذات. باعتباري شخصاً في مجال الترفيه، يمكنني أن أقدر ما حققته الوكيلة جيل ويليامسون ومدى أهمية وجود ممثلين ذوي إعاقات ذهنية مندمجين فيما نشاهده على التلفاز وفي الأفلام. لدي ابن مصاب بمتلازمة داون. عندما كان بلير صغيراً، عندما كان عمره 8 سنوات، قال مدرب التربية البدنية في مدرسته: أعتقد أنه يستطيع الركض، هل يمكنني أن أعمل معه؟ وقلت إنني سأكون سعيدة إذا قمت بذلك. وبشكل غير متوقع خلال الأولمبياد الخاص كان يركض لمسافة 400 متر، ولذلك أرسل له دعوة لإجراء اختبار لإعلان لشركة بروكتر إن جامبل التي كانت بحاجة إلى صبي صغير يركض، وحصل على الإعلان. لذا فإن قدرة بلير في أن يكون عداءً
حققت له في واقع الأمر أول إعلان تجاري ودخل من خلاله إلى مجال الترفيه، وبالتالي دخولي أنا لمجال الترفيه. أنا وكيلة مواهب وأدير قسما يسمى قسم التنوع، فأنا فقط أمثل فنانين ذوي إعاقات، وأنا فخورة جدا بأننا قمنا في الشهر الماضي ب 59 حجزا في الشهر. إذا لم يكن من أجل الرياضة والألعاب الأولمبية الخاصة، من كان يعلم أننا كنا سنصل إلى ما نحن عليه اليوم. ومن بين عملاء جيل غافين ماكيو الذي ظهر في مسلسل 119 على قناة فوكس، وجيمي براور ليس فقط بشكل منتظم في مسلسل قصة رعب أمريكية، بل إنها في الوقت الحالي تصور فيلما مع بلير نجل جيل يدعى تيرن أوفر. تعتبر مدينة مين بعيدة كل البعد عن مجال الترفيه، ولكنها تعد مكانا مثاليا للمؤلفة الأكثر مبيعا كاري واغنر بيك. ومن خلال قرارها باختيار تبني ابنها ثم الكتابة عنه، لقد أثرت بشكل خاص على مجتمع ذوي الإعاقات الذهنية وأكثر من خلال رؤياها وروح الدعابة في كتاباتها. إن السبب وراء قراري بالكتابة عن ثورين هو أنه لم يعجبنا ما كان يحدث هناك. عن الفصل الأول من الكتاب حقق نجاحا كبيرا، وهذا ما شعرنا به، وأريد طبعا أن أشارك هذه الرؤية مع الناس. بالنسبة للطريقة التي اتخذنا بها القرار حول ثورين، لم نكن نريد طفلا يعاني من أي إعاقة، لأننا لم نعتقد أننا سنكون جيدين مع طفل لديه الكثير من الاحتياجات الخاصة، وأن يقرأ الناس هذا ويدركون أن متلازمة داون ليست بالضرورة أمرا محزنا، فهذا مثل قصة أي شخص آخر، وهذا هو التأثير الذي أريده أن يحدث مع الناس. أكبر إعاقة يعاني منها ثورين هي المجتمع وليست متلازمة داون، وثورين يعيش ويتعامل مع متلازمة داون. أيا كان ما يفعله ثورين، ليس هناك حدود، فلدينا جميعا شيء ما، وهذا حقا ما أريد أن يفهمه الناس من الكتاب. ومثل ابني وابن جايل، أصبحت الرياضة بالنسبة إلى ثورين عنصرا أساسيا في حياته. كان البدء بالأولمبياد الخاص نوعا من التجربة الرائعة، لأنه كان لأول مرة مع مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وكان أمرا رائعا بالنسبة له. أعتقد أن ثقته في قدرته الجسدية قد تزايدت، لذلك أعتقد أنه أعطاه مكانا ينتمي إليه بطريقة مختلفة. هذه قصة أكبر من متلازمة داون. إذا كنا محظوظين بما فيه الكفاية، فسنصبح جميعا معوقين مع اقتراب نهاية حياتنا. لن نستطيع السير، أو سنفقد بصرنا أو سمعنا، وسنأمل ألا يعاملنا الناس معاملة سيئة. سنأمل أنهم لا يزال بإمكانهم أن يروا إنسانيتنا. عندما يظهر هذا الطفل لديك فرصة للقيام بشيء رائع، عليك أن تكون رائعا في شيء ما، وعليك أن تكون والدا رائعا، لأنه يجب أن تكون كذلك حتى تحصل على فرصة لتتميز في شيء ما. في منافسات كرة السلة كان العنوان الأبرز هو اتحاد الجارين. منتخب كندا وأمريكا للأولمبياد الخاص لكرة السلة قد تواجها، كما تواجه أيضا منتخب أستراليا ونيوزيلندا في المستوى الثالث للفئة المختلطة. هنا مايكل لاعب المنتخب الأسترالي، سريعة كوبي بانكس، وهنا سلة الآن عن طريق لاعب لأجلن ووليت. ريس تحافظ على كرته هنا، الآن البيك جاي يشتغل، مارك كلاعب ارتكاز مؤثر الآن في الجانب النيوزيلندي، تقليص الفارق لست نقاط. هنا مرة أخرى شوف الريباوند، من جديد هذه سهلة ويسجلها المنتخب الأسترالي، سجل المنتخب الأسترالي. ولسون ستوك، هينغهاو، حاولت غريس باين مسجل الثاني أيضا كوبي بانكس، لكن هنا يتكفل اللاعب. نهاية الوقت أعزائي المشاهدين الآن لمصلحة المنتخب الأسترالي في 26 نقطة مقابل 16 أفضلية حققها المنتخب الأسترالي.
ولا من خارج القوس. الوديجو حيل، وهذه شكل ولا اروع من خارج القوس، ثلاثيه اولى في المباراه. وهنا ايضا ماثيو ميلت يسجل، هذا ماثيو. اوه شوف الكرات السريعه والتسجيل الان عن طريق جوزيف جامروس. جوزيف جامروس يسجل، و17 8 17 8 9 نقاط. ايضا تمرير خاطئ وانا يسجل، سجل اكيد هو صانع اللعب المميز ماثيو ميلت. تمرير تحت السله بشكل جميل والتسجيل عن طريق مارك راسل. مارك راسل يسجل، اوه هنا يسجل الان، يسجل الان في جون. التسجيل هنا عن طريق جوزيف جامروس من المنتخب الامريكي. البطولة. إذن المنتخب الأمريكي يحسم اللقاء أعزائي المشاهدين ب 35 نقطة مقابل 18 بسلة ولا أروع. مدرسة كولس الثانوية في غليندال بولاية أريزونا، يجتمع الطلاب في صالة الألعاب الرياضية، لكن هذه ليست مدرستك الثانوية المعتادة. هذا هو المكان الذي يعمل فيه الطلاب الذين يعانون من إعاقات ذهنية والذين لا يعانون عن طريق التصميم معا، ويشكلون روابط تدوم مدى الحياة. من اليوم الذي افتتحت فيه مدرسة كيلس الثانوية في عام 2005، كان أحد الأهداف الرئيسية للمدرسة هو خلق وتعزيز بيئة يمكن أن ينجح فيها الطلاب الذين يواجهون مشاكل ذهنية مستوحاة من الألعاب الأولمبية الخاصة في أريزونا. يشتمل المنهج على فصل يسمى الألعاب الأولمبية الخاصة الموحدة، والتي تجمع بين الطلاب ذوي المشاكل الذهنية وطلاب الأصحاء. في الفصول الدراسية الأولى كان علينا أن نقوم بالتوظيف، ولكن فجأة حدث تحول كبير وبدأنا نتلقى الكثير من الاهتمام. قاد البرنامج الرائد مدرسة كيلس الثانوية لتصبح مدرسة أبطال موحدة، حيث تضيف قيادة طلاب شاملة والمشاركة في المدرسة بأكملها. سيساعد هذا البرنامج الموحد في تعريف الثقافة في كيلس، وكان تأثيرها عميقاً على الطلاب المشاركين. لا أعتقد أنني كنت الشخص الأفضل مثل أي شخص، لقد كذبت، لقد فعلت أشياء غبية، وإذا نظرت إلى الوراء يمكنني أن أرى الشخص الذي جعلني إياه البرنامج الموحد اليوم. كان كولين ديفيس وتريفون ويمبلي شركاء موحدون في عام 2013. لقد عملا معا كل يوم لمدة 5 أشهر ليتمكن تري من القيام بذلك. لقد قال بأن هذا كان رائعاً. كنت سعيداً مجرد أن أكون جزءاً من ذلك مع أفضل صديق لي. لقد كان هذا شيئاً رائعاً. إنه أفضل شخص يمكنك التعامل معه، وشخص ممتن جداً بأن يكون جزءاً من عائلتي. أصبحت تلك الديناميكية، تلك العلاقة التكافلية، هي أهم قاعدة في كيلس. الرياضات الموحدة تسمح للشركاء والرياضيين بتشكيل تلك العلاقات، ثم تبدأ تلك العلاقات في الامتداد إلى بقية السكن في الحرم المدرسي. أنت ترى تلك التفاعلات وهي معدية. في هذه الأيام يجسد زاك فيرنون وجاك فان ميرلو إمكانيات الرياضة الموحدة في كيلس،
لقد أصبحوا شركاء موحدين في عام 2017 عندما كان جيك وزاك يدرسان في الإعدادية. بدأت هذه العلاقة عندما جاء زاك لأول مرة كطالب جديد. نحن فقط مقدر لنا أن نكون معا وبدأنا من هناك. لقد تقدم إلي ولم يكن يعرف من أكون وعانقني مثلما فعل مع الجميع. إنه حقا مذهل. جيك إنه رجل مضحك، إنه شريك للرياضة الموحدة. وتنافس جيك وزاك معا في فريق كيلس الموحد الذي يمثل أريزونا في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة في الولايات المتحدة عام 2018 في سياتل. لقد فازوا بميدالية برونزية في كرة القدم. زاك فيرنون هو حقا الشخص الذي غير حياتي. لقد علمني كيف أستمتع بالحياة. وأكون فخورا وأن أحب الحياة. إنه يحب الحياة فحسب. إنه يبتسم ويضحك طوال الوقت. لذا هذا هو السبب في أنني أحاول أن أعيش حياتي الآن. مثل العديد من الآخرين الذين مروا بالبرنامج، يسعى جيك للعمل في التعليم الخاص. يريد أن ينقل رسالة القبول والإدماج إلى جيل جديد. أعتقد أن هذه التجربة وأن أتمكن من الاستفادة منها في مستقبلي هو حقا أفضل شيء يمكنني القيام به، وأن أستمر في المضي قدما. وهذا يقودنا إلى صالة الألعاب الرياضية في كالس، حدث خاص للاحتفال ببرنامج مدرسة الأبطال الموحد. الجيل القديم والجديد كلاهما يشاركان. الحدث الرئيسي مباراة كرة السلة بين الخريجين والطلاب الحاليين. مع تبقي 13 ثانية على وقت المباراة، تقدم فريق الخريجين بثلاث نقاط، وكان الطالب الحالي ديندر واد يتقدم بالكرة في الملعب. عندما اصطدم دريك في تلك الكرة في المرة الأولى ومررها، كان رائعاً. يمررها زاك إليه مرة أخرى. دري يقول: هل أسدد هذه؟ لا، سأمررها مرة أخرى. يمررها إلى زاك، وبمجرد أن تركت هذه الكرة يده قلت لنفسي أن لديه فرصة، يمكن أن تدخل الكرة، هذا ممكن. كمدرب كانت تلك واحدة من أهم وأكثر اللحظات إثارة في مسيرة التدريبية. لقد سجلت ثلاثية، لقد كان هذا رائعا. لم أكن أريد المجد، لم تكن لحظتي بل كانت لحظة زاك. شيء ما بداخلي كان يعرف أنه سينجح. هذا هو أساس مدرستنا، وهذا هو أساس برنامجنا. هذا ما نريد إظهاره للناس. الأمر لا يتعلق بك وحدك بل بنا. لقد تغيرت حياة الكثير من الناس. تعلمت الكثير من الدروس. يوضح لنا طلاب كيلس ما الذي يقوم عليه يونيفايد برايد. قبل ختام جولتنا في ملخص منافسات اليوم الخامس من الأولمبياد الخاص، نذهب إلى مضمار الجري في دبي وسباق 3000 متر. شهدت منافسات المستوى الخامس لفئات الرجال سباقا هو الأكثر إثارة حتى اللحظة. الإكوادوري خوان باغو هدد هيمنة الإكسمبورغي آيك شرودر على مجريات السباق في الأمتار الأخيرة. شرودر نجح في الفوز واحتفل الطرفان بهذا الفوز ليكون بطل صورة تظهر الروح الرياضية الطاغية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص. نبرز لكم أحداث سباق 400 متر سيدات. وتنطلق الآن، شوف ردة الفعل، هذه ردة الفعل عندهم يعني، والتوافق العضلي والأداء الرياضي بالنسبة لهذه الإصابة الذهنية
هي تعتبر صعبة نوعا ما للتوافق العضلي والحركي. Gold to Special Olympics United States, Sarah Dockham. استعداد والانطلاق الآن مثل المشي والمحاولة للأبطال. كما ذكرنا هي التصنيفات على حسب قوة الإعاقة الذهنية، التوافق العضلي، النيروباسكولار باور كما يطلق عليه الجهاز العصبي. التوافق العضلي لا يعمل جيدا. شوف المركز الثالث مين معاها يمشي، شوف شوف مين معاها اللي يمشي، يعني اللي يمشي معاها واحد من المتطوعين ومن الحكام، يعني روح جميلة تعلمناها من هذا المكان. لاحظ الآن هنا المركز الأول. برافو 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 روتي بي اي أبودو. وهنا من نيجيريا أنيام تاي، هذه النيجيرية أيام تاي. الانطلاقة الآن قوية سريعة مشاهدينا الكرام، والتقدم الآن في هذه اللحظات يبدو من أنتيغا، ولكن يعود الغيني إبراهيم ديالو. إبراهيم ديالو، الله، إبراهيم ديالو يخطفها من غينيا. المركز الأول الغيني إبراهيم ديالو. انطلاقة قوية سريعة الآن، ومحاولة قوية قادمة من سورنيم، ولكن الصيني ينتزع الصدارة، وفي محاولة قادمة من سورنيم، والمركز الأول مع الصيني. المركز الثاني تواجد مع جنادي. المركز الرابع لعلي مسماري. معلش يا علي. انطلاقة قوية صحيحة سليمة، وانطلاقة ملاوي. من ملاوي والبحريني جبوري. الجبوري إلى المركز الثاني الآن يتقدم، يحاول جبوري البحرين ثانيا، والمركز الأول يذهب الآن إلى ملاوي. الله، انطلاقة سليمة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، وقوية. ويلا يلا يا فلسطين، يلا يا عدانة، يلا يا عامر، يلا يا عامر. عامر يحاول، يلا، ولكن الصربي يتقدم، وعامر يتراجع الآن هنا. الله، ما أروعك ما أروعك، رائع جدا فيليب بورتال. والمحاولة الفلسطينية الجميلة كانت. مجددا نمنحكم فرصة الاقتراب بأكثر من منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، ونجلب لكم أبرز ما حمل اليوم من لقطات عاطفية وصرخات فرح رياضي الأولمبياد الخاص من مختلف الألعاب وميادين الأولمبياد الخاص. نلقاكم يوم غد، إلى اللقاء.